ليلى والذئب. حبيبتي ليلى، ما رأيك أن تذهبي لزيارة جدتك اليوم؟ رائع، هذا ما كنت أتمناه يا أمي. شكراً لك، كم أنا سعيدة. ولكن عليك أن تكوني حذرة من طريق الغابة. اسلكي الطريق المعتاد ولا تنشغلي باللعب يا ابنتي، واحترسي من الذئب المكار ولا تتكلمي معه. حسناً يا أمي، سأفعل. ما أجمل هذه الغابة. ماذا تفعل هنا؟ ماذا تريد؟ لا شيء، أريد أن أعرف فقط إلى أين أنت ذاهبة. قالت لي أمي أن أحترس منك، ابتعد عن طريقي الآن. حسناً، أظن أنني عرفت إلى أين أنت ذاهبة. كيف حالك جدتي؟ الحمد لله بخير. لماذا تبدين مختلفة؟ لماذا عيناك كبيرتان؟ حتى أراك حبيبتي. ولماذا أذناك طويلتان؟ حتى أسمعك حبيبتي. ولماذا فمك كبير؟ حتى آكلك حبيبتي. ماذا؟ النجدة، النجدة، أين هي جدتي؟ هي في بطني الآن وسآكلك يا ليلى. لن تستطيع أيها الماكر. بل أستطيع يا ليلى، تعالي هنا. اذهب من هنا أيها الأحمق، وإلا قتلتك. شكرا لك أيها الأمير، ولكن أين ذهبت جدتي؟ ها هي جدتك يا ليلى. نعم، إنها جدتي. حمداً لله على سلامتها. شكراً لك.